لكن امامنا راكيتيتش مع بوسكتس مع طبعا انيستا اكيد طبعا قل كتير مستوى انيستا صاحب ال 33 عام الرسام. وادي امامنا هنا بنتابع اللاعب جيرارد ديلوفيو امامنا مره ثانيه كره تعود الى راكيتيتش الحل في العمق. يا ولد بالتخصص يا ولد هو ميسي الهدف رقم 16 ليه في مرمى اسبانيول. بص شوف ميسي بيصنع الفرحة ويصنع البهجة ويضع فريق البرسا هنا في المقدمة بعدما راوغ كل من أمامه في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. وادي أمامنا هنا كان في اللقطة الماضية اللاعب سيرجي روبرتو ودينيس سواريز كله بيستمتع. ثالث أهداف ليه ثالث أهداف ميسي هدفه رقم 352 في إطار مباريات الليغا الإسبانية وهدفه رقم 545 إجمالا وفي الرسم رقم 511. بص شوف راكيتيتش وادي ميسي عدى الراجل يا ولد فين ديفيد لوبيز أمامنا أهو قومه بص بقى السندة دي وبص لمح وإيه في مقتل لباو لوبيز ولا لما تجيب بقى كل حراس المرمى اللي لعبوا في هذا النادي الحارس كاسيا مثلا حارس الريال اللي قبل كده كان كاميني لكن هنا بقى الكمين اللي كان عامله ميسي لدفاع نادي اسبانيول يسجل ثالث اهدافه في الليجا هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى الافياس كان سجل هدفين. بص شوف ميسي بيعمل ايه اوزفالدو رييرا داتولو استواني قايمه كبيره بيتزي سيرخيو غارسيا كايسيدو اللي راح الى صفوف فريق النادي لاتسيو. ادي امامنا هنا بيكيه ومزدوجه خلفيه وبتيتي طلع ارتباك في دفاع البارسا دون داعي مع هذه الهجمات ولكن هجمه بقى سريعه ادي انطلاقه لويس سواريز هدف ميسي اللي سجل من تسلل في تمريره كانت من جانب راكيتيتش. وادي امامنا استلام وميسي انطلاقه ميسي يا ولد عايز يعدي لكن راحت لقلبه في وضعيه تسلل الى ميسي المره دي يسجل هدف جديد ميسي هذه المره هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقه 35 هو قاد الهجمه عايز يلم ويعدي ما مشيتش راحت لقلبه قلبه اداله الهديه وميسي حولها باقتدار عشان تبقى النتيجه 2-0 هدف لميسي في الدقيقه 26 من تسلل ثم هدف لميسي من هذه الهجمه السريعه اللي قادها ميسي واستغلال للدفاع النهارده فيكتور سانشيز واللاعب ماريو رومسو. شوف عملنا الدفاع سهل جدا شوف رقم هنا ايه سبعة على ثلاثة لكن ميسي وتلتطم الكورة وتصل هنا ليس هناك تسلل ان جت من اللاعب سيرجي داردار امامنا في اللقطة ادي ميسي بص حضرتك الكورة وتلتطمت الكورة في اللقطة الماضية في اللاعب ديوب وراحت الى قلبة وبالتالي ليس هناك تسلل. بص بقى المرة دي يا ولد السندة واحدة في المقص وواحدة امامنا اهو السندة حلوة قوي باليمين هدفه رقم 17 في مرمى اسبانيول للنجم ميسي وهدفه الثاني في هذه الليلة ليتقدم البارسا بهدفين مقابل لا شيء هدف من تسلل واضح في الدقيقة 26 وهدف ملعوب من قلبة ومسجل من قبل ميسي في الدقيقة 35 ميسي هل يسجل هاتريك ميسي ولكن أرون مارتن هل يسجل الهاتريك إنيستا جيرارد ديلوفيو أمامنا يعود مرة ثانية إلى إنيستا راكيتيتش يبدأ الهجوم راكيتيتش يلا ميسي يا ولد في وضعية إيه وسط حصار ميسي لسواريز إلى سواريز إدالك هدية ضيعتها المرة دي بتضيع وادي مرة ثانية يا ولد قلب الميسي ميسي هو الهاتريك رقم 38 في مشواره ورقم 27 في الليغا الاسبانيه ميسي بالتخصص يرفع رصيده بالاهداف الى رقم 18 في مرمى نادي اسبانيول في الدوري بالتحديد ويرفع رصيد الاهداف في 2017 رقم 30 ويبقى خامس هدف هذا الموسم ميسي 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 هي قصه وحكايه البارسا في الاعوام الاخيره منذ ان لعب ميسي دائما وابدا هو الرقم المستحيل ميسي دائما ياتي بالمتعه هي بالكعب من اول هدف سواريز ضيع وميسي اداله قال له سجل لكن ضيع مره ثانيه وقلبه يا ولد يا قلبه عاملها حلو بص بقى اللمسه الواحده هي الحل
اللمسه الواحده هي الحل امامنا هنا، امامنا هو لويس سواريز بيضيع، لكن مصدر ازعاج وألبا يمرر المره الثانيه، وهذه المره بقى بالقدم اليسرى بعدما سجل بالقدم اليسرى ايضا هدفه الاول اللي كان بالتسلل، ياتي بهذا دخل مكانه اللاعب مارك نافارو، ايضا بيطلع اللاعب جيرارد ديفو ويدفع امامنا هنا باللاعب عثمان ديمبلي في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه اللي امامنا هنا، هو لحظه تاريخيه بالنسبه للاعب ديمبلي اللي روى تدريب واحد مع نادي البارسا بعد رحله العوده، نجوم اللي كانوا مع منتخباتهم في امريكا الجنوبيه. يا ولد يا بيكي، يا ولد يا ولد يا بيكي، بيكي بيكي امامنا هنا في ارتقاء، في ضربه راسيه، في تالق غير عادي من جانب اللاعب بيكي اللي بيسجل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه هدف بضربه راسيه رائعه 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 هنا بيكي، الهدف الرابع في هذه الامسيه وفي هذه الليله. ادي بارتيميو، الحديث طبعا عن ان البارسا لن يلعب في الدوري الاسباني انفصال كاتالونيا، وهنا بيكي يسجل في الدقيقه 87. بيكي ادي عملنا بيكي هدفين في مرمى سيلتا الموسم الماضي، وكان سجل في مرمى السلتيك اوروبيا. ادي عملنا بيكي ارتقاء وضربه راسيه والكره في الشبك، الكره الملعوبه امامنا هنا، وادي ارتقاء اللاعب بيكي ويضعها باقتدار، حاول عليها يائسا اللاعب ماريو روموس امامنا، هو قليل الخبره قليل الحيله، كره في مرمى الحارس باول لوبيز عن طريق اللاعب بيكي، جيرار بيكي يضع الهدف الرابع وتبقى 4-0 النتيجه الكبيره وليست النتيجه الاكبر، لان الاكبر هي 5-0 في يعني كان 6 مناسبات سابقة آخرها زي ما قلنا في الموسم قبل الماضي، لأن الموسم الماضي 4-1 في هذا الملعب و3-0 للبارسا. مبدأ هنا نيلسون ساميدو، واحد من اللاعبين اللي اشتركوا النهارده في مباراة اليوم، بيلعب لقائه الثالث مع البارسا، وادي عملنا التمريرة، هل يسجل أمامنا ديمبلي؟ يا ولد حلوة قوي سواريز، كما فعل العظماء من قبل، ولكن يصنع لسواريز المتألق في هذه المباراة اللي يستحق انه يسجل، 5-5 للبارسا في الدقيقة 90 يسجل سواريز، لكن شوف تمريرة اللاعب امامنا اهو عثمان ديمبلي، يا ولد يا ولد، ادي امامنا البارسا في مكاسب عديدة قبل المواجهة القادمة امام نادي اليوفنتوس، الكل يترقب كان مشاركة ديمبلي اللي بيصنع امامنا باقتدار، بص التمريرة، بص سواريز اللي جاي بيقول لحضراتكم مرهق وتعبان، امال لو ما كانش تعبان كان عمل ايه امامنا اهو، في يلعب 90 دقيقه ولم ييأس، اضاع الكثير ولكن يكافئ نفسه ويكافئ فريقه، لكن بص التمريره بتاع ديمبلي حالنيه على الارض، ايه بتقول له حطني حطني، والراجل امامنا اهو يا عيني على التسديده بقى هنا، باول لوبيز النهارده ايه تعب الراجل انه يجيب الكره من الشبكه، 5 اهداف في مباراه اليوم، ميسي هاتريك في الدقيقة 26 الدقيقة 35 والدقيقة 67، ثم بيكي بضربة رأسية في الدقيقة 87، ثم يأتي ديمبلي بهذه التمريرة الساحرة إلى لويس سواريز علشان يأتي